جدد رئيس الجمهورية السيد محمد ول الشيخ غزواني حرص موريتانيا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلادنا ودولة الإمارات العربية المتحدة خدمة لمصالح شعبيهما الشقيقين. جاء ذلك في برقية تهنئة وجهها رئيس الجمهورية اليوم إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء في البرقية صاحب السمو والأخ العزيز: بمناسبة احتفال بلادكم بعيدها الوطني، سرني أن أعبر لسموكم عن حر التهاني، متمنيا للشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التقدم والرخاء، كما أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الشقيقين. وتفضل صاحب السمو والأخ العزيز بقبول أسمى آيات التقدير، أخوكم محمد ول الشيخ غزواني.